الفنان عبد الفتاح الأسري من مواليد 15 إبريل 1905 قدم للسينما ما يقرب من 100 فيلم زي لعبة الست وسي عمر وانتصار الشباب، كما أنه قدم بعض المسرحيات زي عمتي فتفيت السكر وصاحب الجلالة. أما عن حياته الشخصية فقد تزوج الفنان عبد الفتاح الأسري 4 مرات، آخرهم من فتاة شابة تصغر بحوالي 35 سنة أحبها حبا شديدا، حيث أنها كانت مسيطرة عليه جدا واحتلت قلبه وعقله، وكان ضعيف جدا قدامها فاستغلت حبه ليها وأجبرته أنه يكتب لها ممتلكاته باسمها وقد كان. ولكن مآساته الحقيقية بدأت لما كان واقف على خشبة المسرح بيأدي دوره في إحدى المسرحيات مع إسماعيل ياسين، حيث فجأة صرخ بشدة وقال أنا مش شايف، نظري راح، وفضل الجمهور يسقف، افتكروا إنه جزء من الحوار، ولكن إسماعيل ياسين أدرك إنها مأساة زميله ووقف المسرحية. أما بقى عن زوجته الأخيرة فاستغلت مرضه وكانت بتعامله كخادم عندها، وكان عبد الفتاح الأسري متكفل بشاب لمدة 15 سنة كان بيصرف عليه ومعتبره زي ابنه، وكان الشاب ده دائم التردد على بيت الأسري على اعتبار إنه هو ابنه بالتبني. ولكن قد نشأت علاقة بين الشاب وزوجة عبد الفتاح واتطورت العلاقة لحب ورغبة في الزواج، فأجبرته هذه الزوجة المتسلطة إنه يطلقها علشان تتجوز الشاب ده، وبالفعل أجبرته بعد إنه يطلقها يشهد على عقد زواجهم. مش بس كده، دي كمان طردته من بيت الزوجية علشان تقعد فيه هي وزوجها وهو يعيني عايش في البدروم، وكان تعبان جدا ومريض وكانت أخته هي اللي بترعاه. ولما اشتد عليه المرض قامت الفنانة نجوى سالم ويوسف السباعي وهند رستم بجمع تبرعات من أجله وتقدموا للمحافظة بطلب لمنحه شقة، وفضل فيها لحد ما توفى سنة 1964 بسبب نوبة سكر، ولم يحضر جنازته إلا نجوى سالم وأخته والحنوتي.